بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام عندك شخصيتين مؤثرتين في حياتك، والدتك والشيخ أسامة الأزهري. طبعا فاحكي لنا بقى ليه كل أسامة حد فيهم الأزهري؟ مؤثر ازاي؟ ليه شيخنا أسامة الأزهري؟ أمي طبعا ست الكل، يعني ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحة ويحفظها ليها. بنسلم عليها وبنحييها، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك بخير. أنا هقول حاجات يعني عائليه. انا اصغر اخواتي قوي، يعني اخويا اللي قبلي على طول اكبر مني ب 13 سنه، فاخواتي طيب. اربع اخوات كلهم كبار وانا صغير قوي، فانا اتربيت يعني الدلع بقى كله والاهتمام ده، وحفظت القران معاها وبسمع اذاعه القران الكريم معاها، وهي كانت بتحكي لي دايما قصص القران وقصص الصالحين وقصص الناجحين حتى من عيلتنا ومن اللي حوالينا، فغزت فيا حاجات كتير جدا، وارتباطي بيها يعني قوي ولا زال، وهي مصدر يعني الإلهام والسعادة وكل حاجة حلوة في حياتي يعني، ومبسوط وسعيد إن هي يعني بتشوف الحمد لله نجحت. والدي الله يرحمه رحمة واسعة ما لحقش يعني يشوف قوي يشوف الحاجات دي، بس هو برضو كان يعني السبب الرئيسي والأساسي، دخلني الأزهر الشريف ورباني على شوية يعني قيم ومبادئ وحاجات هي سند حتى الآن. ألف رحمة والله. الشيخ أسامة الأزهري ده شيخي وأستاذي، وأنا اتعرفت على الشيخ من سنين طويلة، وكنت مرافق دائم ليه في كل الأحوال جوه مصر وبره مصر وفي كل حتة، وشفت فيه نموذج إنسان يعني عجيب الحقيقة. هو شخصية رائعة. إيه أثر فيك في إيه؟ أثر فيا أولا في صدقه، رجل كان صادق لا يكذب جداً أبداً، جدا جدا وصادق جدا في اللي هو بيعمله وفي اللي هو بيطلبه. انا بشوف مع الشيخ، احنا بنسافر سفريات ورحلات كتيره، ببقى انا منهار خلاص من التعب ومن بلد لبلد وكذا، وهو صاحي ومكمل في الدعوه وفي الرساله وفي القراءه، يعني قليل لما اشوف الشيخ نايم، قليل لما اشوف الشيخ مهتم بشيء عادي. والى جانب من ده انسان بيحب الرياضه ويحب الفنون ويحب حب يسمع صوتك؟ اه طبعا. كان بيحب يسمع ايه؟ الشيخ بيحب يسمع قصيدة اسمها أنا لها، وبيحب اشفع لنا، دي من قصايد يعني، وكان في قصيدة تانية أنا عاملها درويش درويش، وأنا غنيت من كلمات سيدنا الشيخ. ايه بقى؟ انشدت في طب قولنا قولها لنا بقى فرصة النهارده، أو اشفع لنا أو اختار أي حاجة من اللي بيحبها الشيخ أسامة الأزهري، احنا عايزين نسمع. نهديها له ماشي. ممكن اقول انا لها وبيسالني شيء بيحب انا لها. انا لها انا لها من غير احمد قالها، انا لها انا لها من غير أحمد قالها، هو أحمد فاسمع له في كل حرف قاله، كل الخلائق حوله تسجي له أملها، أنا لها أنا لها من غير أحمد قالها، اشفع إمام المرسلين واسأل سطاه يا آمين، اشفع إمام المرسلين واسأل سطاطا يا آمين، فدعا إله العالمين هي أمتي فاغفر لها، أنا لها أنا لها من غير
غير أحمد قالها.